تحية طيبة مشاهدي الشرقية في كل مكان، وأهلا بكم إلى أخبار الفلك لهذا اليوم. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهرها حضراتكم أسفل الشاشة 00971436720 مكرر 89 و 00971436720 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة في هذا الفضاء. وتواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج السرطان المائي حتى الساعة 10:15 من ليل الأربعاء، ثم ينتقل إلى برج الأسد الناري ويمكث فيه حتى الساعة 10:26 من صباح السبت، ليدخل برج العذراء الترابي ويبقى فيه حتى الساعة 9:23 من مساء الاثنين. إذن هذه هي وضعية القمر في الأبراج لهذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل حاليا وحتى ليلة الأربعاء في برج السرطان المائي، من ليلة الأربعاء وحتى صباح السبت في برج الأسد الناري، من صباح السبت وحتى مساء الاثنين في برج العذراء الترابي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح مبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الأربعاء والتي بدأت من الساعة 1:51 ظهرا وتستمر حتى الساعة 10:15 ليلا، يوم السبت من الساعة 6:13 صباحا وحتى الساعة 10:26 صباحا، يوم الاثنين المقبل من الساعة 8:04 صباحا وحتى الساعة 9:23 مساء. أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهي لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. وننتقل لأول مشاركة هاتفية نشوف مع خط. ألو. ألو. نعم. ألو. تفضلي على الهواء. مرحبا. مرحبا، أهلا بيك. من أي؟ أنا ندى. أهلا وسهلا ندى. يا مواليد ندى. ندى. يا مواليد ندى. 92 92. ندى انت من مواليد؟ اريد اعرف ارقام الحظ. اوكي. وارجع اعرف وقتك ساعات وفي الساعه الجايه. ندى على الدنيا اي ساعه مولود؟ بين الخمسه للسته. من الخمسه للسته صباح لو بالليل؟ اي صباح؟ ها؟ صباح لو بالليل؟ الصبح. هي الصبح. اوكي 9/12/1992 5:30. اوكي ندى، طبعا اذا كان للخمسة ونص طالع العقرب، بعد الخمسة ونص راح يكون القوس، فهل انت من النوع الغامضة الكتومة تكتمين مشاعرك عواطفك، لو من النوع الصريحة جدا المتفائلة؟ شاسة. انت من النوع اللي مريحة متفائلة كلش، ما عندك غموض وهاي الاشياء؟ اي يعني تضحك سالفة. اوكي انت برج القوس وطالع القوس، ارقامك 3 و5 و9، برج القوس على القوس وطالع القوس. نعم، من ناحية الزواج ما عندك مشكلة ندى. اوكي ها؟ من ناحيه الزواج ما عندك؟ الزواج ما في مشكله؟ لا ما عندك تاخير ان شاء الله، وضعك طبيعي. ارقام الحظ الجد 3 و5 و9. 6 و5 و9 يعني شنو؟ 3 3 3 و5 و9. ايه مو 6 3. ها 3 يعني محظوظه؟ اي نعم محظوظه الحمد لله والشكر. والخمسة شون؟ الخمسة يخليك ثلاثة يخليك إنسانة طموحة متفائلة مرحة محظوظة، رقم خمسة يخليك إنسانة عندك دماغ نشطة مفكرة تحللين الأمور والدقيقين بها ونوعا ما يعني تعتبرين ذكية،
ورقم 9 يخليك إنسانة جريئة متسرعة بتصرفاتك واتخاذ قراراتك، من النوع من دفعة بالحياة، عندك طاقة نشاط للعمل. أوكي ندى؟ زين يعني عندها من الخارطة تأخير يعني شيء؟ لا ما عندك أي تأخير، ما عندك مشكلة من ناحية الزواج نهائيا، لا تخافي. زين أسأل على فرصة؟ شيء مختصر. أوكي شنو سؤالك؟ 14 هذا برج ال 2013 هذا برج ال الحوت. شنو سؤالك؟ تعبان على صحته. تعبان على صحته ما عنده مشكلة. أرقامه 4 و 7 و 4 و 5 و 7. من ناحية صحية ندى، هذا بما أنه هو من مواليد برج الحوت، فهذه الفترة شوية فترة صعبة عليهم، تستمر لغاية 18 بالشهر. من يوم 18 وصاعدا يبدي وضع مواليد برج الحوت تدريجيا نحو الأفضل، يستعيدون نشاطهم. هو يعني صاعد 12 إلا ربع بالليل، مو مشكلة الساعة، بس المهم انت هاي الفترة اللي لازم تنتبهين إلى، يعني تنتبهون إلى صحته، بس تمشي لحد وراء 14 وراء 18 بالشهر وضعه يصير طبيعي إن شاء الله، ما عنده أي مشكلة. ندى أوكي ندى، إن شاء الله أكون جاوبتك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك. من جاي؟ لقاك حسين من العمارة طليبات. اهلا وسهلا بك، الاسم مره ثانيه. مالك حسين من العماره. اهلا وسهلا حسين. يا مواليد؟ مواليد سنه 90. يا يوم يا شهر؟ والله ما اعرف يعني. لازم نعرف اليوم والشهر حسين حتى اقدر اعطيك برجك. حاول انه تعرف ابقى على الخط، اعرف برج، اعرف مواليدك ونرجع لك. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. نعم تفضلي. معك لميا من الجزائر. اهلا وسهلا لميا. يا مواليد الله يسلمك. انا حبيت نسال عن زوجي وابني. تفضلي. انا طالع ومواقع الكواكب في البيوت ان امكن. تفضلي اعطيني التواريخ. زوجي 7/5/78 رابعة مساء. 7/5/78 رابعة مساء. باي مدينة؟ بتوقيت الجزائر. أوكي. بالجزائر. اي مدينة؟ العاصمة. العاصمة. نعم. دقيقة. 7/5/78 4 مساء. لحظة. نعم. طبعا زوجك من مواليد برج الثور والطالع الميزان. أوكي. الميزان. أوكي. وممكن استاذ خلت لن نواصل نسمعك من التلفزيون، بس نعطيك تاريخ ابني. كم فقط. تاريخه؟ تاريخ ابني 10/4/2011. 10/4/2011 اي ساعه؟ تالي 45 دقيقه بالضبط مساء. جزائر العاصمه. جزائر العاصمة. نعم. 43 دقيقة مساء. أوكي. إذا ممكن استدخلت عن موقع كواكب البيوت، الأهم ما يميز الخريطة الشخصية. لا لا, لا 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 مو كلها، حددي لي الأسئلة حتى أقدر أجاوبك. لأن أنا أطالع موقع كواكب البيوت. بعيني إن شاء الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. 43 مساء. ألجيريا. طبعا ابنك من مواليد برج الحمل والطالع العذراء. أوكي. إلك وضعية الكواكب، طبعا الشمس بالحمل بالبيت الثامن، القمر بالعقرب بالبيت الثالث، عطارد بالحمل بالبيت الثامن، الزهرة بالحمل بالبيت الثامن أيضا،
المريخ بالقوس بالبيت الرابع، المشتري بالجوزاء بالبيت العاشر، زحل بالثور بالبيت التاسع، وأورانوس بالدلو بالبيت السادس، نبتون بالدلو بالبيت الخامس، وأخيرا بلوتو بالقوس بالبيت الرابع. هذا بالنسبة لابنك. أما زوجك فطبعا هو من مواليد برج الثور، وقلنا وطالع الميزان، الشمس بالثور بالبيت الثامن، القمر بالثور أيضا بالبيت الثامن، العطارد بالحمل بالبيت السابع، الزهرة بالجوزاء بالبيت التاسع، المريخ بالأسد بالبيت الحادي عشر، المشتري بالسرطان بالبيت العاشر،